أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله الدرس الثامن في تفسير سورة البقرة. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأوصاف المؤمنين، أربع آيات في وصف المؤمنين، ثم تلاها بعد ذلك آيتان في وصف الكافرين، ثم بعد ذلك 13 آية في وصف المنافقين، لأن النفاق فيه التواء وفيه زيغ كبير وفيه خداع. أما الإيمان والكفر فهما نقيان، كفر صافي وإيمان صافي، لذلك لا يحتاج إلى بيان كثير فهو واضح. أما النفاق فقال العلماء لشدة خفائه وغموضه فقد توسع القرآن في بيانه وتفصيله. انتهينا آخر ما تحدثنا في الدرس الماضي عن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انتهينا عن الحديث عن الآخرة، وكان من الممكن أن نسترسل في الحديث عن الآخرة ومواقفها، ونبقى في ذلك بإذن الله تعالى أياما وأسابيع، ولكن لئلا تملوا فإننا سنوزع الكلام عن الآخرة بين الدروس تباعا إن شاء الله تعالى، لأن الحديث عن الآخرة طويل. يتحدث الإنسان أولا عن الموت، ثم عن لقاء الله سبحانه وتعالى، ثم عن القبر ونعيمه وعذابه، ثم يتحدث عن البعث والنشور، ثم يتحدث عن الميزان وعن السؤال وعن الصراط وعن الأعراف وعن الجنة وعن النار، فهو حديث طويل ذو شجون. وبالآخرة هم يوقنون، أولئك الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف قال عنهم في الخلاصة أولئك على هدى من ربهم، أي على بيان ونور، فهم على وضوح. إنما أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، إنما أدعو إني أدعو على إني إنما أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلح في لغة العرب معناه الشق، ولذلك يقال للذي يحرث الأرض يقال له فلاح، فالفلاح هو الذي يشق الأرض. وسمي المفلحون مفلحين لأنهم شقوا الصعاب، شقوا طريقا صعبا وسلكوه حتى وصلوا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من الشر المرهوب، هذا في العرف. الفلاح في العرف هو أن تدرك مطلوبك وتهرب مما تخاف منه وهو الشر. وفي لغة العرب أيضا الفلاح يعني الفوز والبقاء، من معاني الفلاح الفوز والبقاء، لأن المفلحين قد فازوا بالجنة وبقوا فيها خالدين فيها أبدا، هذا معنى من معاني الفلاح أيضا. وإذا رجعت إلى القرآن العظيم وأردت أن تستخلص وأن تلخص سيرة قمة الصالحين الأبرار والمتقين وأولياء الله سبحانه وتعالى، فابحث عن كلمة فلاح في القرآن، ابحث عن كلمة المفلحين وانظر إلى صفات المفلحين، فسترى الصفات التي إذا سلكتها صرت من الأبرار والمتقين. يعني مثلا رب العالمين يذكر عن البخل الذي يقيه الله شر البخل، لأن البخل صفة ذميمة ولا يحبها الله، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي ينفق في سبيل الله يريدون وجه الله، إخلاص الإنفاق مع الإخلاص، يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. يذكر رب العالمين قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه من الآفات والأمراض، الحسد والكبر والعجب والغل والحقد وحب الدنيا وكل هذا، قد أفلح من زكاها. الذي يدفع الزكاة أيضا قد أفلح من تزكى، تحتمل معنيين تزكى هنا، تزكى بنفسه وتزكى أي دفع الزكاة،
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، عشر صفات أو أكثر. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، لأنها آيات عظيمة. فكل الآيات التي ثم إذا قرأت بالعكس يقول الله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح الظالمون، فكل الصفات الذميمة ليس فيها فلاح، الفلاح فقط لعباد الله الصالحين. لذلك هنا يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم انتقل القرآن بعد ذلك لبيان صفات الكفار، فقال عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كان صلى الله تعالى عليه وسلم شديد الحرص على أن يؤمن الناس أجمعون، على أن يؤمنوا كلهم، فكان وصل إلى مرحلة من شدة حرصه على إيمانهم أنه كاد أن يموت، كاد أن يموت حقيقة، يتمزق قلبه حسرة على هؤلاء لأنهم لم يؤمنوا بالله ولأنهم سيخلدون في جهنم، فخوفا عليهم ورحمة بهم كاد يموت صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه آيات تطمئنه. قال له مثلا سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وأنزل عليه هذه الآية قال له إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هناك أناس خلاص طبع على قلوبهم، ختم عليهم، فلن يؤمنوا، فلا تعذب نفسك معهم. وقال سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يعني أنت ليس مطلوبا منك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليس مطلوبا منك أن تدخل الإيمان في القلوب، أنت مطلوب منك أن تبلغ شرع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحاسب العباد من آمن ومن كفر. فهذه الآية إذن فيها إراحة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يهلك حزنا على الذين لا يؤمنون. ثم إن الكفر يأتي بمعنيين، الكفر الذي هو ضد الإيمان وهو الذي يخلد صاحبه في جهنم، والكفر الذي هو كفران النعمة. الكفر يأتي أحيانا بمعنى كفران النعمة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى أصحاب النار رآهم وقال إني رأيت أكثر أهل النار من النساء، فقيل لما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. ثم وصفه صلى الله عليه وسلم، بيّن يعني معنى هذا الكلام، فقال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، الدهر كله أحسنت إليها ثم رأت منك شيئا، قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. هذه المرأة التي تكون صفتها هذا، هذه الصفة، تكون منكرة لنعمة الله، كافرة بالنعمة، وكفران النعمة ذنب عظيم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذا الكلام تحذيرا شديدا، قال إني رأيت أكثر أهل النار من النساء لصفتين، يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فكفران العشير، كفران النعمة، عدم شكر الزوج على ما يعطي زوجته من الأشياء، بمجرد أن قصر مرة وربما لا يكون مقصرا، طلبت شيئا فلم يعطها، تقول له أنت طول عمرك هكذا، أنت ما رأيت منك خيرا قط، من يوم ما تزوجنا إلى الآن ما طلبت منك شيئا فأعطيتني، وهي كاذبة في هذا. فهذا اسمه كفران النعمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر الناس واجب عليك مع اعتقادك أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سخر لك هؤلاء لتأتي النعمة عن طريقهم. إن الذين كفروا، إذن هذا الكفر، وكلمة كفر في لغة العرب معناها ستر. وسمي الكافر كافرا لأنه يستر الحق، يستر الحق ويظهر الباطل. لذلك المزارع في لغة العرب يقال له كافر. قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا يعني المزارعون، أعجب الكفار نباته أي أعجب الفلاحين والمزارعين نباته. فكلمة كفر معناها سترة.
ولذلك العرب تسمي الليل كافرا لأنه يستر بظلامه الناس. ولذلك قال الشاعر: ألقت ذكاء يمينها في كافري. ذكاء اسم من أسماء الشمس، فعندما تغيب الشمس في الليل لا تظهر، يقول الشاعر: ألقت ذكاء يمينها في كافري، أي اختفت ذكاء وهي الشمس في الليل وهو الكافر. الكافر هنا معناه الليل. والبحر والنهر العظيم يسميه العرب كافرا أيضا. نعم. ثم يقول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ما هو الإنذار؟ قالوا: الإنذار هو التخويف مع إعطائك مهلة تكفي لأن ترتدع عما خوفت منه. أما إذا أنذرت يعني خوفت بدون أن تعطى مهلة فيسمى عند العرب إشعارا. تقول: أشعرته يعني خوفته بدون مهلة، سأفعل بك كذا بعد قليل. أما إذا أعطيته مهلة فيقال له إنذار. فهؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني لو أعطيتهم مهلة طويلة من الإنذار فإنهم لن يؤمنوا بعد ذلك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله وطبع، ختم معناها طبع. وكانت الناس والملوك خاصة كانوا إذا كتبوا كتابا، مثلا ملك يريد أن يرسل رسالة إلى ملك آخر فيكتب في آخر كلمة في آخر سطر يضع خلفها مباشرة الختم، يطبع ختمه عليها. ما معنى هذا؟ يعني هنا انتهى كلامي، فأي تزوير أي كلام زيادة معناه ليس من كلامي، لئلا يدخل معه شيء آخر. فالختم وأنت عندما تضع الظرف وتغلقه وتختمه لئلا يفتحه إنسان فيضع فيه شيئا ليس منه. فعندما يختم قلب الكافر أي أغلق فلن يوضع فيه شيء من الإيمان بعد ذلك والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. لما أفرد السمع؟ جمعت القلوب وجمعت الأبصار، قلوب أبصار، ولم يقل أسمع، قال سمع. فلماذا أفرد السمع وجمع القلوب والأبصار؟ قال العلماء: لأن السمع مصدر، سمع سمعا، سمع سمعا، فالسمع مصدر. والمصدر في لغة العرب يوصف به القليل والكثير، يوصف به القليل والكثير. فكلمة سمع تصلح بدل أسماع، أما قلوب لا يصلح بدلا منها قلب، لازم تكون مجموعة. أبصار كذلك. إذن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا الختم بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والعياذ بالله. فالذنوب أيها الإخوة خطيرة جدا. قال العلماء: الذنوب أو المعاصي بريد الكفر. الشيطان لا يستطيع أن يأتي إلى الإنسان المؤمن فيوقعه في الكفر مباشرة، لا يستطيع، لأنه بين الإيمان والكفر مراحل. ولكن ماذا يفعل الشيطان؟ يبدأ عادة الشيطان مع المؤمنين الصالحين يحاول أن يوقعهم في خلاف الأولى، إذا كانوا مطبقين للسنة كلها يحاول أن يوقعهم في خلاف الأولى، لأنهم لا يرتكبون المكروهات. أما الإنسان الذي يفعل خلاف الأولى فيوقعه الشيطان في المكروه، والإنسان الذي يفعل المكروه يوقعه الإنسان في المكروه التحريمي، ثم يوقعه في الصغائر، فإذا استمر عليها واستمرأها وتعود عليها أوقعه في الكبائر، ثم يوقعه في البدعة، ثم ينقله إلى الكفر. فالذنب ذنب تلو ذنب تلو ذنب يختم على قلب العبد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. يعني أنت تستطيع الآن أن تشبه قلبك بورقة بيضاء ليس فيها كتابة. القلب الإيماني عبارة عن صحيفة بيضاء نقية. إذا أذنبت ذنب يعني كأنك أتيت بقلم أسود ووضعت فيها نقطة أو نجمة أو علامة. فإذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرت فكأنك أتيت بهذا السائل الأبيض أو مساحة تمحي الحبر فمسحتها فمحت. إذا لم تتب ولم تستغفر ولم تندم ثم أذنبت ذنبا آخر فإنك قد وضعت في هذه الصفحة البيضاء نقطة سوداء ثانية، نقطة وراء نقطة وراء نقطة. ماذا يصير في الصفحة؟ تصير سوداء. فإذا صار القلب أسود من المعاصي طبع عليه وختم
فيصير كافرا والعياذ بالله. إن المؤمن، شوف هذا كلام عن المؤمن، إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب، استعتب وفي رواية استغفر نفس المعنى، استغفر يعني تاب وطلب من الله المغفرة، واستعتب أي طلب من الله أن يقبل عذره فيرضى عنه، يعني كأنه يعتذر. فإذا فعل هذا صقل قلبه، وإن زاد أي بالمعاصي زادت أي النقط السوداء والنكت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الآية نزلت في الكفار، كلا بل ران على قلوبهم أي الكفار. إذن المؤمن قد يصير كافرا بهذه الذنوب، فذنب تلو ذنب والعياذ بالله تهلك هذه الذنوب صاحبها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الختم الذي ختم الله به على قلوب الكافرين سببه هم، فالله تعالى عدل لا يظلم أحدا ولا يلزم أحدا الكفر. آيات كثيرة في هذا الموضوع، قال الله تعالى مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم في البداية طلبوا الزيغ فاستدرجهم الله في الكفر. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم أول مرة لم يؤمنوا فنحن زدناهم في هذا الضلال، أما الذين اهتدوا فيزيدهم الله هدى سبحانه وتعالى. وفي هذا كلام كثير، ولذلك لأهمية القلب، لأهمية القلب قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يثبت قلبه على الإيمان، فقيل له يا رسول الله أتخاف؟ فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما سمي القلب قلبا إلا لأنه سريع التقلب. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فأمر خطير جدا. لذلك قال الشاعر ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، فاحذر على القلب. لذلك عليك أن تكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. وهذا القلب أيها الإخوة هو رئيس الجوارح وملكها، ومع ذلك قال العلماء إنه يتأثر بما يجري على الجوارح من منكرات، لأن هناك صلة بين الظاهر والباطن، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا بدأت الجوارح تعصي فإن القلب يتأثر أيضا. إذا صلح القلب تصلح الجوارح، وإذا صلحت الجوارح صلح القلب، فهما مرتبطان بعضهما ببعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأمور في الأحاديث الشريفة. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. هذا حديث مهم جدا، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني رب العالمين خلق في القلوب أمانة، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا يعني صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يا لطيف، نعوذ بالله، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. شوف إذا بتعرف البلح، البلح كلنا نعرف البلح الأصفر اليابس، فإذا بدأ بالترطيب صار في نقطة رطب، نقطة يعني استوت زيادة وبدأ بداية الرطب، تقول العرب وكت، وكت أي بدأ يرطب، فالوقت هو الأثر اليسير. فرفعت الأمانة من قلبه وهو نائم حتى يبقى أثرها مثل الوقت، يعني بقي منها جزء يسير 1% أو أقل من الأمانة التي كانت عنده بقي، و99% راحت. قال ثم ينام النوم، النوم الثانية طارت كل الأمانة، قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني منظر على الفاضي. شو يعني كمثل أثر المجل؟ لو جبت أنت جمرة مشتعلة ودحرجتها على رجلك فإنها تحرق الجلد، فإذا احترق الجلد فإنه يتنفط وينتبر، أي ينتفخ
فيصير جلدا فيه ماء، هذا اسمه في لغة الفقه النفاطات. وماء النفاطات في الفقه يذكره الفقهاء، وهل هو طاهر أم نجس؟ قالوا إذا كان له رائحة فهو نجس، وإذا كان بدون رائحة فهو طاهر. فهذه النفاطات إذا خرجت الأمانة من القلب بقي أثرها مثل المجل، يعني مثل النفاطة هذه المنتبرة، صورة كبيرة منتفخة ولكن ليس فيها شيء، فاضية ما في إلى أي فائدة. كذلك تصير الأمانة في القلب ضائعة والعياذ بالله. ثم قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني يكثر الغش، يكثر الخداع، يكثر العقود الباطلة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العينة، وبيع العينة يندرج تحته أنواع من البيوع الفاسدة وهي كثيرة في زماننا هذا، يسمونها بأسماء ويسمون الربا فائدة وهي ضرر، وأشياء كثيرة من التحايل على الشرع كثيرة هذه البيوع. قال فيتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تخيل معي أن الناس تقل فيهم الأمانة حتى يضرب المثل بفلان من الناس أنه أمين. ثم قال وحتى يقال، هذه الآن تنطبق على كثير ممن يعني يخرجون في التلفزيونات، الآن بعض المذيعين والمذيعات والمدري مين، وهذا أخذ جوائز وهذا كذا، اسمع وصفه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين حلوين، فقال وحتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بعض الناس الذين يعني يمدحهم الناس ويتباهون فيهم ويقلدونهم، وبعضهم نصارى واضح يعني أنه كافر، وبعضهم لا يظهر هذا الكفر ولكنه يكون منافقا. أنا لا أكفر كل هذا ولا أنافق كل، يعني افهموا ماذا أقول، ولكن أقول بعض هؤلاء ممن لا خلاق له في الآخرة صار قدوة للشباب والعياذ بالله. لذلك أنا أخاف الآن كثيرا على شباب الأمة، شباب الأمة صار على كثير من أعينهم غشاوة، كثير منهم صار على أعينهم غشاوة كالتي وصفها الله لهؤلاء الكفار. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهذه الغشاوة مسكين كأنك وضعت لهم منديل أسود مطبق من 4-5 طبقات لا يرى من خلاله، فهو يتخبط خبط عشواء. العشواء هي الناقة العمياء، كيف تتخبط؟ تضرب هذا الجدار وتضرب هذه الناقة وتدعس هذا الإنسان لأنها لا ترى، فتقول العرب خبط خبط عشواء، أي صار مثل الناقة العمياء لا يرى أمامه. يعني أنت مثلا ترى بعض الشباب الآن يلبس بعض الملابس يقلد فيها الكفار، هؤلاء الكفار أنفسهم لا يلبسها عندهم إلا أسوأ إنسان في المجتمع الكافر. يعني الناس المحترمين هناك مع أنهم كفار يأنفون من لبسها، يرونها أنها سيئة وأنها تافهة وأنها حقيرة، فيأتي شبابنا وهم مسلمون يقلدون ليس الكفار فقط، يقلدون أسوأ أنواع الكفار، يعني أصحاب المخدرات وأصحاب اللواط وأصحاب كذا هم الذين يلبسون هذه القماشة التي توضع على الرأس وما شابهها من اللباس الخاص بأولئك الأشرار. يعني أنت إذا ذهبت إلى تلك البلاد لا ترى أحدا يلبسها إلا هؤلاء الأشراف، الناس المحترمين هناك لا يلبسونها أصلا ولا فيأتي شبابنا والعياذ بالله فيقلدونهم في أسوأ ما عندهم. فماذا يحصل إذن؟ يحصل شيء خطير جدا. لذلك علينا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى عند الفطور وعند السحور وفي السجود، وندعو لشبابنا أن يردهم الله إلى دينه ردا جميلا، لأن الشباب أيها الإخوة هم بناء الأمة، هؤلاء هم الذين سيتسلمون في المستقبل، سيتسلمون المناصب وسيتسلمون التدريس وسيتسلمون الوظائف وسيتسلمون الأعمال الحرة وغير الحرة، هم بناء المجتمع. فإذا كانوا صالحين صلح المجتمع كله، وإذا كانوا فاسدين فإنه لا خير يرجى منهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة بعد ذلك وإني كنت لا يهمني لا أبالي أي رجل بايعته، يعني تعاملت معه بالمال،
وأنا الآن لا أبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا. يعني هذا في عهد حذيفة الصحابي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل، وهو من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الأمانة قد قلت فصار لا يبايع إلا أعداد من الناس. فماذا نقول في زماننا؟ نقول إلى الله المشتكى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عن القلوب وأهميتها، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الفتن رب العالمين ينزلها كما رآها صلى الله عليه وسلم، قال لما رآها صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كالقطر، يعني تنزل الفتن كقطرات المطر، فذاك تصيبه وذاك تخطئه. الفتن ينزلها الله، فتن كثيرة، في عندك فتنة الأولاد وفتنة المال وفتنة التلفزيون وفتنة الفيديو وفتنة السي دي هذا وفتنة الانترنت وفتنة البيوع وفتنة الربا وفتنة السفر إلى الخارج وفتنة، فتن لا تعد ولا تحصى، فتن كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني وحدة ورا وحدة، واحدة تلو الأخرى. وفي رواية قرأها بعض المحدثين: تعرض الفتن عودا عودا، يعني واحدة تعود بعد الأخرى. وفي رواية: عوذا عوذا، أي تعرض الفتن، أعوذ بالله من هذه الفتن، عوذا عوذا يعني أعوذ بالله منها. هذه الفتن تعرض، قال صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها. الآن القلوب قسمين، يا تقبل هذه الفتنة يا أما تردها. بتردها ممكن يجيك واحدة تانية من نوع آخر، الزوجة، الولد، المال، كذا، كل ما يشغلك عن طاعة الله فهو فتنة. قال: فأي قلب أشربها، أي تقبل هذه الفتنة، نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها ورفضها، يعني نكت فيه نكتة بيضاء. وبدأ الناس يتميزون، نكت سوداء نكت بيضاء، نكت سوداء نكت بيضاء، بالأخير يتميزون إلى فريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني هذا الرجل المؤمن كلما جاءت فتنة انتبه لها فاستعاذ بالله من شرها وأنكرها، جاءت فتنة أخرى أنكرها، جاءت فتنة ثالثة أنكرها، فأكرمه الله فجعل قلبه لا يتقبل الفتن، فصار قلبه أبيض صافيا منورا. والثاني قال: والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني مثل الكأس المقلوب لا يتقبل، الكأس المقلوب لا يمكن أن تملأه بالماء، كذلك هذا القلب المفتون لا يمكن أن يدخله الإيمان، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يصير هواه إلها من دون الله، يعبده من دون الله، يعبده إلها من دون الله. نعم، يعني كلما تعارض الهوى مع الشرع رجح الهوى وترك الشرع، إذن هو يعبد الهوى، لذلك سماه الله إلها. فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلا فلان عنده علم. نعم، قال تعالى: وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك الهوى خطير، لازم نحذر الهوى. إذن قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. العذاب هو الألم، الألم نتيجة الحرق أو الضرب أو القطع أو الجرح، تعرفون هذا الكلام. ولكن أريد أن أقول لكم من أين جاءت كلمة العذاب في لغة العرب. كلمة عذاب مأخوذة من الحبس والمنع، ولذلك يقولون الماء العذب. الماء العذب، أنت الآن تعرف الحبس الانفرادي، الله لا يدوقكم إياه إن شاء الله، إن شاء الله الله يحميكم جميعا منه. الحبس الانفرادي هو أن يسجن الإنسان في غرفة مستقلا ليس معه أحد. العذب مأخوذ من هذا الحبس والمنع. فالماء العذب هو ماء انفرادي، يعني انفرد عن الأوساخ والأدران والأكدار فصار عذبا، يعني ماء صافي ما معه حدا. شايف منين اجت كلمة عذب؟
استعذب الماء أي وضع في استعذب الماء في الوعاء أي وضع حتى صفى عن الكدورات، يعني ما معه شيء تاني، ماء فقط، هذا اسمه ماء عذب. فالعذاب يأتي بمعنى الحبس والمنع بالإضافة إلى الألم الذي يعرفه الناس من كلمة عذاب. قال تعالى ولهم عذاب عظيم، جهنم طبعا عذاب عظيم والعياذ بالله. تحدثنا ذات يوم عن عذاب جهنم عما فيها. جهنم أيها الإخوة يعني كبيرة جدا جدا جدا، طبعا لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، ولكن أقول لك أمثلة لكي تستطيع أن تتخيل كم تكبر جهنم. قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة إن الكافر يغلظ سماكة جلده حتى تصير مسيرة 3 أيام، لأنه كلما نضجت جلودهم بدلناه، لو كانت رقيقة لسه ما بيحطوه بجنب تنضج بسرعة، فمشان تنضج يتعذب شوي لتكون سميكة. وورد أن ضرس الكافر كجبل أحد، معناته الكافر بيصير ضخم جدا جدا. ليش؟ قال ليذوق العذاب أكثر، كلما كبرت مساحة الجلد كلما زادت مساحة العذاب، ليذوق العذاب والعياذ بالله. ثم إن في جهنم حياة متكاملة، فيها طعام ولكن من زقوم وضريع، فيها شراب ولكن من صديد أهل النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فيها لباس قطعت لهم ثياب من نار، يلبسون ثياب الجرب والقطران والعياذ بالله، فيها سلاسل يكبلون فيها بالأغلال، وتوضع أيديهم إلى رؤوسهم وتضم أرجلهم معها فيصيرون منكمشين هكذا منطوين، ثم يلقون في جهنم. فيها أودية، فيها آبار، جب الحزن وجب الكذا، فيها أودية، ويل واد في جهنم تستعيذ جهنم من حره، فيها جبال يعذب فيها بعض الناس سأرهقه صعودة، يصعد إلى الجبل غصبا عنه، يكلف أن يصعد وهو جبل صعب، كلما وضع رجله ذابت من حرارته، يضع يده فتذوب من حرارته، فيخلقها الله مرة ثانية، ولا يزال يتعذب حتى يصل إلى الأعلى، ثم يلقى من الأعلى إلى الأسفل، ثم يؤمر بالصعود مرة ثانية، سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إلى آخر الآية. فيها حيات وعقارب كأمثال الجمال، لدغة الواحدة منها يبقى أثر سمها بما يعدل بثمانين عاما أو أكثر سم، وهكذا. فإذا استغاثوا بالله من عذاب جهنم نقلهم إلى وادي قرب جهنم يقال له زمهرير، فإذا وصلوا إلى زمهرير عوقبوا بشدة البرد حتى تقطعت أوصالهم، فيستغيثون أعدنا إلى النار والعياذ بالله. وهم أنواع، نوع في جهنم ونوع في سقر ونوع في الحميم، وكل واحدة لها مراتب. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار يعذبون عذابا شديدا، أصعب عذاب على الكفار عندما يضعهم الله في توابيت من نار مختومة، ثم يلقون في جهنم فلا يراهم أحد، ينسون. هذا أصعب عذاب في جهنم يضعه الله، يضع الله عز وجل فيه المتكبرين والمتعجرفين والطغاة، يضعهم في توابيت من نار ثم يلقيهم في جهنم فلا يسمع أحد استغاثتهم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يمنعهم في الآخر شيء، يمنعهم من الصريخ، من الصراخ، وهم يصطرخون فيها. في البداية يصطرخون ويقولون ربنا أرجعنا وأعدنا وكذا، ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، ويعاتب بعضهم بعضا. في الآخر يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيمتنعون عن الكلام، فلا يبقى إلا الحسرة والعويل. هذا عذاب عظيم ولا لا؟ عذاب عظيم لا طاقة لنا به، نسأل الله أن يقينا وإياكم منها. ولهم عذاب عظيم. ثم بدأ الله تعالى بذكر المنافقين. المنافقون مأخوذ كلمة منافق من النفق والجربوع أو اليربوع. اليربوع حيوان يسكن داخل الأرض في أنفاق، في حفر، له نفقان داخل الأرض، واحد يقال له النافقاء. النافقاء عبارة عن حفرة داخل الأرض يحفرها هذا اليربوع حتى يصل إلى سطح الأرض، فإذا وصل إلى سطح الأرض أبقى بينه وبين سطح الأرض طبقة رقيقة من التراب، يعني سنتيين ثلاثة، فإذا أحس بالخطر داخل الحجر أو الجحر
يعني جاءته مثلا جاءه الثعبان ليأكله كذا، رفع هذا الغطاء برأسه وهرب على سطح الأرض. هذه الحفرة تسمى النافقاء. والمنافق لأنه يستر نفاقه بقطعة من الإيمان، يتظاهر بالصلاة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلبه مليء بالكفر، لأنه يستر هذا، مثل ما ستر هذا اليربوع جحره بطبقة رقيقة من التراب، لذلك يسمى منافقا. والنفاق نوعان، كما أن الكفر قلنا نوعان، كفر اعتقادي وكفر هو كفران النعمة، كذلك النفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو كفر أشد أنواع الكفر، وهو الذي مثل ما قلنا نفق يدخل من هنا ويخرج من هنا، السيارة تدخل في النفق وتخرج من الطرف الثاني، كذلك هذا الكافر أو المنافق دخل الإيمان من هنا وخرج من هناك، أي ليس في قلبه إيمان. أما النفاق العملي فهو صفات وأعمال تسمى نفاقا تشديدا للتحذير منها، مثلا الإخلاف في الوعد، الكذب في الكلام، كما وصف صلى الله عليه وسلم المنافقين، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا الوعد أخلف كثير من الناس الآن من المسلمين، يعدون فيخلفون، وكثير منهم يحدثون فيكذبون، وإذا اؤتمن خان كثير منهم يؤتمنون فيخونون، وفي رواية وإذا خاصم فجر. شو يعني فجر؟ يعني يفتري، يعني بينك وبين شخص خصومة، ينسى رب العالمين وينسى الآخرة وينسى العقوبة وينسى الجنة وينسى النار وينسى الأخلاق وينسى الحياء، فيفجر والعياذ بالله، يفتري على ذلك الرجل، يعني يلبسه كلاما لم يقله، ويقول إنك فعلت ولم يفعل، ويفتري عليه وعلى عائلته وكذا، ويحاول بكل أنواع الأذى أن يؤذيه. هذا اسمه فجور، هذا من أشد صفات المنافقين. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة خوفهم من النفاق، بمجرد أن تغيرت حالتهم شيئا بسيطا يخافون أن يكونوا من المنافقين، يعني إذا صار باطنه غير ظاهره يخاف أن يكون من المنافقين. خشع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى وكأنه يرى الآخرة، ذهب إلى بيته وأزواجه وأولاده فنسي هذا الخشوع. طبعا أمر طبيعي عند الزوجة والأولاد، ليس الجلسة كجلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا الآن أنت جالس في رمضان وعندك صفاء قلبي وجالس في درس علم، هل تشعر نفس هذا الشعور عندما تكون تلاعب أولادك في البيت؟ طبعا لا. الصحابة حصل معهم مثل هذا فخافوا من النفاق. رأى أبو بكر رضي الله عنه حنظلة، ماذا أخرجك؟ قال نافق حنظلة. لماذا؟ خير؟ قال أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أرى الجنة رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والأزواج نسينا. قال وأنا كذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا إليه، يا رسول الله يعني لا إلنا دواء، نحن مصابين. قال خير؟ قالوا كذا كذا. قال والله لو تدومون على ما تكونون به عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو كنت دائما في تلك الحالة من الصفاء كنت بتشوفوا الملائكة في الطرق بتصافحكم، ولكن هي أمر نادر الحدوث. قال ولكن ساعة وساعة، ساعة تكون فيها في مرتبة صافية عالية في الخشوع، وساعة تأخذ أجر ولكن ما بيكون عندك ذلك الصفاء القلبي. فشوف الصحابة كيف كانوا يخافوا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وافقه القرآن عدة مرات، يعني رب العالمين يوافقه، يتمنى شيئا فتنزل الآية موافقة له، وألف في هذا مؤلفات موافقات عمر، منها الحجاب. قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فأرى أن تأمرهن بالحجاب، فنزل قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أسارى بدر وافقه الله وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، فوافق الله عمر في مع ذلك كل هذا الكرم الذي أعطاه الله إياه، وشهد له رسول الله بالجنة وبشره بالشهادة وكذا، كان يأتي إلى حزيفة. حزيفة كان عنده أسماء المنافقين، كان يقول له يا حزيفة أستحلفك بالله هل أنا منهم؟ يعني هل أنا منافق؟ هل أخبرك النبي أني منافق؟ فيقول له حذيفة لا لست منهم ولا أخبر غيرك،
لأنه هي أمانة، أنت لست منهم ولكن غيرك ما بخبر أبدا. فتخيل معي كيف كان الصحابة خافوا من النفاق، وبعض المسلمين اليوم عندهم خصال نفاق واضحة ولكنهم لا يخافون من ذلك ولا يفكرون به. الله يهدينا وإياهم إن شاء الله. إذن النفاق العملي مخيف جدا، وهو مخالفة الظاهر للباطن، ومنه الرياء. الرياء نوع من أنواع النفاق. الرياء تظهر أنك أنت تتعبد الله وأنت في الحقيقة تتعبد الناس، تريد من الناس ثناء، تريد منهم مالا، تريد منهم جاها، تريد منهم أن يمدحوك ويقولون عنك منفق، خاشع، مجاهد، شجاع إلى آخره. فهذا نوع من أنواع النفاق العملي. نعم. إذن هؤلاء المنافقون قال الله تعالى أول وصف لهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الناس، الناس كلمة مأخوذة من النوس أو من النسيان أو من الأنس، يعني سمي الإنسان إنسانا من النوس وهو الحركة. تعرفون النواس بالفيزياء في حركة اسمها حركة النواس، في ساعات فيها هيك شغلة مثل الحبل بآخرها دائرة تتحرك يمين شمال، هي اسمها نواس، هذه الحركة اسمها حركة النواس. قالت في حديث أم زرع واحدة من النساء قالت: أناس من حلي أذني، يعني لبسني حلق ينوس يتحرك. فسمي الإنسان إنسانا لأنه يتحرك مثل النواس، رايح جاي رايح جاي، أو لأنه ينسى كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي فنسي. إذن سمي الإنسان إنسانا لأنه كثير النسيان، ومن رحمة الله بالإنسان أنه ينسى، ولو أنه لا ينسى لما استطاع أن يعيش. تخيل كل الهموم والمصائب والكلام اللي حدثوك الناس فيه وسبوك فيه وآزوك فيه وكذا وكذا وكذا، دائما متذكره، كيف تفتنه؟ ما تستطيع لا تنام ولا تفكر ولا تحفظ ولا تقرأ ولا تعمل شيء. لذلك من رحمة الله بك أنه ينسيك سبحانه وتعالى. أو سمي الإنسان إنسانا من الأنس، قالوا لأن آدم لما أنزله الله شعر بالوحشة، لما أنزله رب العالمين إلى الدنيا شعر بالوحشة، فأرسل الله له حواء فأنس بها فسمي إنسانا. وقيل إن الإنسان يأنس بربه بالذكر فيقال له إنسان، يعني كلام، فهذا كلام لغوي يعني تحتاجون إليه فتستفيدون منه. ومن الناس، خليها لبداية دقيقتين. طيب، يقول أخونا نخلد الكلام عن المنافقين للدرس القادم لأنه خلص الوقت، ما في مشكلة إن شاء الله نخليها للدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم. نعم، ورد عن حذيفة أن النفاق كان في عهد رسول الله نفاقا، وفي عهدنا زندقة، قال وفي عهدنا زندقة. الزندقة يعني هذا كلام طويل لأنه هذا كلام فقهي يدخل تحت كلام فقهي، واختلف فيه الإمام مالك مع غيره أنه هل يستتاب المنافق ولا لا يستتاب، ولا يقتل ولا لا يقتل. هذا كلام طويل يعني بده درس فقهي طويل عريض، فما في مجال الآن لذكره، ولكن يعني هم قالوا خلاصة أنه أنا كنت أجلها للدرس القادم، أو الفكرة الأولى أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين في زمنه مع أنه كان يعرفهم، ما هيك؟ النبي ما قتل المنافقين مع أنه كفار. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني هي ملخص بسيط، قال صلى الله عليه وسلم: لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، لأنهم في ظاهرهم كانوا مسلمين، شايف؟ في ظاهرهم كانوا مسلمين، والنبي فقط هو وحده الذي كان يعلم بنفاقهم، وأخبر حذيفة فقط. أما ظاهر للناس أنه كانوا مسلمين، أما في عهد فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر النفاق، فمن أظهر نفاقه يعني كفره فهو كافر. فهون العلماء اختلفوا أنه هل يستتاب ولا يقتل فورا ولا، كان هيك قال حذيفة أنه كان نفاقا والآن ليس نفاقا لأنه ظهر، لم يعد كافيا كما كان. الحمد، خليها لبعدين، هلا بحكي أنا وياك بعد الدرس.
قال لها بعد الدرس بحكي أنا وياك. خليها لبعد الدرس معلش، بحكي أنا وياك قد ما بدك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم